ينطلق الأطفال في أول ساعات عيد الفطر وعلى ملابسهم الباهية تعلق المحفظة الصغيرة التي تجمع فيها النقود بعد زيارة كل عائلة والجيران. كل سنة أو في وقت عيد الفطر المبارك أولياء يعني في الجزائر كاملة نلاحظوا الأولاد الصغار والفوا لازم باش يمروا يعني تاع الجوارين تاع العائلة كامل لازم يدوروا عند الناس الكبار ويجيبوا واحد الساك صغير معاهم. بكري كانوا يديروا غير مشوار هكذا يلووا فيه الصرف، واليوم راهي كاينة يعني ساك شغل ذاك الساك للطفل الصغير يفرح لأن العيد يعني بروحه لهذوك الأطفال هذوك ويلموا ذاك الصرف اللي يشري به حاجة للأقلام ولا يشري بها امور ولا يديرها في شحيحته ولا، ولكن المغزى المعنوي تاع ذاك الاستقبال وهذيك الفرحه تاع العيد حتى وين الدراري الصغار اللي ماهمش اللي هما اللي صاموا وانما هما اللي يبثلوا الفرحه الكبرى تاع العيد الصغير. صح عيدك مالك، صح عيدك منتي. ولا ينسى اطفال الحي دائما الحاجه فاطمه التي تنتظرهم كل عيد وتعطيهم النقود والزياره مع البركه ودعوات الخير لهم ولعائلتهم. المناسبة عندنا هذه العادة هذه تاع في كل عيد عندنا الدراري نلموهم كاع يجوا عندنا هنايا نعطيهم ديك الزيارة، احنا نقولها زيارة الصرف 1000 فرانك 2000 3000 نزورهم كيما هكا ويروحوا في كل الأماكن كاع الجيران وكل شيء يعطوهم. الدراري هذوك يستعملوا داك الصرف هذاك يلموه يديروه في التشيحة كيما يكون احنا بكري صغار. نروحوا عندنا نسلموا عليها ندور ضايتها ان شاء الله، هيا تعطينا ثانية تعطينا ثاني الدراهم وكاع ايا وحنا ايا كل واحد وكي يشري نبغوا نديروهم في الحصاله ولا نستخدمهم نشرو العاب ولا ادوات مدرسيه. عيدكم مبروك هاك ولدي ديرها هنايا. اطفال اصبحوا يحيون فينا عادات من الزمن الجميل التي تبقى دائما تحمل حنيننا لاجمل ايام امضيناها في ذكريات طفولتنا.